بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي، هذا هو لقاؤنا الثاني تحت عنوان رمضان غيرني. تكلمنا في اللقاء الأول حول ثمرات حسن الخلق ومضار ومفاسد سوء الخلق. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ثم عرضنا لنماذج نبوية وسلفية حول حسن الخلق، مستغلين لفرصة شهر رمضان للتدريب على ذلك، وما أنسبها من فرصة ومن أيام لإجراء هذه المجاهدات. والليلة أحبتي موعدنا مع محور آخر من محاور التغيير، لكنه على اتصال وثيق بما ذكرنا. إنه حديث عن سبب من أكبر وأعظم أسباب النجاة يوم القيامة، حديث عن طاعة تحمي بها الحسنات من الضياع، حديث عن حماية ووقاية للعبد من عذاب القبر، حماية له من أن يكب على وجهه في نار جهنم، حديث عن نصف الدين، عن جارحة لو استقامت معها سائر الجوارح، وإن اعوجت وفسدت اعوجت سائر الجوارح، بل ولها صلة وثيقة بصلاح القلب واستقامته. فهل عرفتم تلك الجارحة؟ نعم، إنها اللسان. وكيف ينبغي أن يكون عليه في رمضان؟ وكيف نستغل رمضان في إصلاح اللسان وتقويمه؟ بداية، هذه إشارة إلى علاقة حفظ اللسان بشهر رمضان وصومه، ثم خطر اللسان عموما وعلاقة ذلك باستقامة الإيمان وصلاح الدين، ثم عشر وسائل لصيانة وإصلاح اللسان نأخذ بها من الآن، ونستمر في التدريب عليها في رمضان حتى أو علنا نخرج بألسنة رطبة بذكر الله تعالى بعد رمضان، مشغولة بما يقربها من الله تعالى وما فيه صلاح الدين والدنيا، آمين. أما المحور الأول، ما علاقة اللسان بصوم وشهر رمضان؟ ما علاقة اللسان بصوم وشهر رمضان؟ إنها علاقة وثيقة جاءت في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، رواه مسلم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الرفث وهو الفحش ورديء الكلام يعطل الصيام عن أن يكون جنة ووقاية لصاحبه من النار. الفحش ورديء الكلام يعطل الصيام عن أن يكون جنة ووقاية لصاحبه من النار. وقال أيضا: من لم يدع قول الزور والعمل به، وفي رواية: والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحديث رواه البخاري وغيره. وهذه آفة واحدة من آفات اللسان، فانظروا معي كيف صارت كفيلة بإزهاق روح الصيام وجعله ليس لله في حاجة، لا يقبل ولا يرضى، بل يصير حظ صاحبه كما في الحديث الآخر: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، يصير حظه الجوع والعطش، كما في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وتفكر معي في شدة الألم الذي يكون فيه بعض الصائمين حين يترك الطعام والشراب، ويكون في بعض الأعمال الشاقة لتحصيل المعاش، ثم هو مع ذلك كله لا ثواب له ولا أجر له على هذا الصيام. لماذا؟ لأنه لم يهذب لسانه ولم يكفه عما حرم الله من السب والشتم وسائر الآفات.
وفهم الصحابة هذه المعاني، فهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وبين صلى الله عليه وسلم أن الصيام ليس فقط من الطعام والشراب، مع أن ذلك حل الكثير من الناس اقتصروا على ذلك في صيامهم، فيقول: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. فهل صام من امتنع عن الطعام والشراب ولم يمتنع عن اللغو والرفث؟ هل صام؟ النبي يقول صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام. فليته يراجع نفسه. قال ابن الجوزي رحمه الله في كلمة له رائعة: كم من صائم عن الطعام مفطر بالكلام، كم من صائم عن الطعام مفطر بالكلام، دائب على القيام لكنه مؤذ للأنام. كم من صائم عن الطعام مفطر بالكلام، دائب على القيام، قيام الليل يعني، يحافظ عليه لكنه مؤذ للأنام، فهو من لسانه وفعله مأزور، وعلى صيامه وقيامه غير مأجور. فهو من لسانه وفعله مأزور، وعلى صيامه وقيامه غير مأجور. ولا تتعجب من ذلك، فقد ورد مثله عن بعض السلف والصحابة. فعن رجاء بن أبي سلمة قال: قلت لمجاهد، وانتبهوا للآثار الآتية: يا أبا الحجاج، من مجاهد؟ أولا له درجة معروفة، مجاهد، صح، مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس. يقول: عرضت المصحف على ابن عباس مرتين، أوقفه عند كل آية أسأله عنها، وكانوا يقولون: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفي. قلت لمجاهد: يا أبا الحجاج، الغيبة تنقض الوضوء؟ الغيبة تنقض الوضوء، اللي هي ذكرك أخاك بما يكره، أن تتكلم عن أخ لك مسلم بشيء هو يكرهه، تتكلم عن بعض الأوصاف فيه، عن دابته التي يركبها، عن بعض أولاده، عن شيء في ثيابه، إلى غير ذلك، ذكرك أخاك بما يكره عموما. قيل لمجاهد: الغيبة تنقض الوضوء؟ قال: نعم، وتفطر الصائم. قال: نعم، وتفطر الصائم. وهذا في الزهد لابن أبي عاصم. وعن أنس رضي الله عنه قال: إذا اغتاب الصائم أفطر، إذا اغتاب الصائم أفطر. وهذا أيضا في الزهد لابن أبي عاصم. وعن مجاهد أيضا قال: ما أصاب الصائم شوا، أو كل ما أصاب الصائم شوا إلا الغيبة والكذب، فهي له كالمقتل. الشوى يعني الشيء اليسير الهين، والأصل في الشوى هي الأطراف، للشوى نزاعة لإيه؟ فإذا يصيب الإنسان في أطرافه لا يقتل، لا يموت. فكذلك إذا كان الذنب فيما سوى الغيبة والكذب، يعني من الأمور الصغيرة كالصغائر، فليس الأمر كأن يقع الإنسان في الغيبة والكذب. كل ما أصاب الصائم شوا إلا الغيبة والكذب فهي له كالمقتل، قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. والمراد أن كل شيء أصابه الصائم لا يبطل صومه إلا الغيبة والكذب، فإنهما يبطلان الصوم، فهما كالمقتل له. وقال أيضا: من أحب أن يسلم له صومه فليجتنب الغيبة والكذب. من أحب أن يسلم له صومه فليجتنب الغيبة والكذب. وهذا في الزهد لهنات. وعن حفصة بنت سيرين قالت: الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها. يخرقها يعني خرمها، ثقب. الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها، وخرقها الغيبة. وهذا في المحلة. وعن ميمون بن مهران قال: إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب، إن أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وعن عبيدة السلماني قال: اتقوا المفطرين، اتقوا المفطرين، الغيبة والكذب. وعن أبي العالية قال: الصائم في عبادة ما لم يغتب وإن كان نائما على فراشه. وقال ابن حزم: ويبطل الصوم أيضا، هو يتكلم عن مبطلات الصوم، تعمد كل معصية، يعني أي معصية كانت، إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه، كمباشرة من لا يحل له، أي من النساء. ثم قال: أو كذب، أو غيبة، أو نميمة،
أو تعمد ترك صلاة أو ظلم أو غير ذلك أو ظلم أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعله. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم ما ذكرنا، وحديث من لم يدع قول الزور العمل به قد ذكرنا، وبحديث المرأتين اللتين صامتا ووقعتا في الغيبة فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم قيئا، فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا، فقال صلى الله عليه وسلم ها إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام. إن هاتين صامتا عن الحلال طعام والشراب يعني وأفطرتا على الحرام، رواه أحمد وضعفه المنذري. وقال الشاعر واعلم بأنك لا تكون تصومه يعني رمضان لا حتى تكون تصومه وتصونه. وقال آخر إذا لم يكن في السمع مني تصون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذن من صوم الجوع والظما وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. إخواني ما رأيكم في هذه الآثار؟ ما تعليقكم عليها؟ تعالوا نسمع تعليق الإمام النووي. يقول لو اغتاب في صومه إنسان صائم، لو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة. بعض الأخوة ما سمع دي كده بيبدأ إيه يستريح. لا أنا مش عايزك تستريح، أنا عايزك تفضل خايف. قال لو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا الأوزاعي، فقال يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه، يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء، لا أن الصوم يبطل به، وهذا ما أردته إخواني. كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء. ونحن في سلسلة نتكلم فيها عن السابقين، لسنا نعني أي صوم وإنما نريد صوم السابقين في رمضان، فلذا لابد من الاعتناء بضبط وصيانة وإصلاح وتهذيب اللسان. إذا لم تكن الأحاديث والآثار التي وردت عن اللسان تنطبق علي وعليكم، فعلى من تنطبق؟ هل تنطبق على من هم في الشوارع وعلى المقاهي وفي الشاشات فحسب؟ لا والله، والله لنا منها حظ ونصيب، وربما يكون عند البعض النصيب الأعظم والحظ الأوفر. إنك حينما تتكلم عن أخ من إخوانك بأي كلام هو يكرهه تكون بذلك قد وقعت في كبيرة، كما يقع الإنسان في شرب الخمر أو في الزنا أو كذا، هذه من الكبائر، والغيبة كذلك من الكبائر. حينما تنقل الكلام بين الناس تقول فلان قال لامرأته كذا وكذا ويحصل إشكال بينه وبين امرأته بسببك، تكون بذلك قد وقعت في كبيرة وهي النميمة. عندما تقول فلان لا ندري كيف سيتزوج، أو لا ندري أو ما علمنا كيف تزوج ومن أين أتى بالمال، وغير ذلك من الكلام الذي ربما يتردد على ألسنتنا كثيرا، نكون بذلك قد وقعنا في كبائر والعياذ بالله تعالى. تعالوا إخواني ننظر في شأن اللسان. شأن اللسان خطير وأمره جليل. قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعدها مباشرة قبل الزكاة، صح ولا لا؟ اصحى يا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، بل وقبل حفظ الفرج أيضا، لأن هذه يعني هذا الاستسهال في أمر اللسان ربما يؤدي بالناس إلى الوقوع في الفواحش والعياذ بالله تعالى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعد الخشوع في الصلاة وحفظ الصلاة مباشرة الحديث عن اللسان، والذين هم عن اللغو معرضون. وقال الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال عن عباد الرحمن وإذا مروا باللغو مروا كراما، الذي هو تقريبا حديث مجالسنا، اللغو الكلام الذي لا فائدة منه. وقال الله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني لا تتتبع. وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني ملك يرقبه. وقال ويل لكل همزة لمزة، والهمزة الذي يغتاب الرجل في وجهه واللمزة الذي يغتابه من خلفه.
وأما من السنة فاللسان هو الجارحة التي تكون سببا في دخول العبد الجنة أو دخوله النار، فإذا نطق الشهادتين كان من أهل الجنة ودخل في الإسلام، دخل في الإسلام وكان من أهل الجنة، وإذا تلفظ بكلمة الكفر صار كافرا من أهل النار والعياذ بالله. بكلمة واحدة ينال العبد رضوان الله عز وجل ويبعد عن النيران. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. والحديث في السلسلة الصحيحة. تأمل في حصيلة الكلام الذي استغرق مني أو منك مثلا 30 سنة. بقالنا بنتكلم منذ كم سنة؟ كل واحد مننا بقاله بيتكلم كم سنة؟ 30 سنة كلام، مفيش في وسط الكلام ده كلمة من العيار التقيل ده، والعياذ بالله. قد يكون: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. بكلمة واحدة تستحل الفروج كما في النكاح بالقبول والإيجاب، وبكلمة أخرى تحرم على العبد المرأة بطلاق أو ظهار أو غير ذلك، وقد يكون ذلك على يعني بغير مخرج إلا أن تنكح زوجا آخر كما نعلم في الطلاق طلاق الثلاث. بكلمة واحدة يمزق شمل أسرة ويشتت، بكلمة واحدة ترمى بريئة عفيفة وتقذف محصنة ويتهم بريء، بكلمة واحدة يستحق العبد الحد في ظهره، حد القذف. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ما عقوبتهم إخواني؟ انظر للتشديد: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. آية تخلع القلوب والله. كم في الناس من يتساهل بمثل هذه الأحكام. بكلمة واحدة يتبوأ العبد مقعده في جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه مسلم. بكلمة واحدة يصير العبد منافقا. قال صلى الله عليه وسلم: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، واللسان له نصيب الأسد في هذه الأربعة. بكلمة واحدة يقام الحد على العبد يوم القيامة لو تهرب منه في الدنيا. حد يجيب لنا حديث يقام العبد الحد على العبد في الآخرة يوم القيامة لو تهرب منه في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. والحديث رواه البخاري ومسلم. بكلمة واحدة يحرم العبد من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قتات، اللي هو النمام. والحديث رواه البخاري ومسلم: لا يدخل الجنة قتات، بل يعذب في القبر كذلك بكلمة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، والآخر كان يمشي بين الناس بالنميمة، وبسببه بسبب البول والنميمة يكون العبد وبسببه بسبب اللسان أعني يكون العبد أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة. نسمع هذا الحديث لعلك أول مرة تسمعه. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الناس ذنوبا، حد يكمل، ها، أكثر الناس ذنوبا من هو؟ قال: أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. ولما سمعت عائشة رضي الله عنها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة،
تعرفون الغيرة التي تكون بين الزوجات. فعائشة رضي الله عنها من غيرتها تقول صفية يعني فيها كذا وكذا، ومنه أنها قصيرة، حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. والحديث ذكره الألباني في تخريج الحلال والحرام: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. إذن إثم كلمة واحدة، بل ربما تكون بالإشارة أنها قصيرة، فكم نقع في أمثال ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وشر الناس منزلة يوم القيامة من هو؟ شر الناس منزلة يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث والله إخواني ينبغي أن تكتب وتنشر وتتدارس، خصوصا في أزمة الأخلاق التي نعيشها في هذه الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس. ما معنى ودعه الناس؟ ترك من ترك ثلاث جمعات، أو من ودع ثلاث جمعات، ودع يعني ترك. إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. متفق عليه. إذن الناس قد تركوه وهجروه بسبب فحشه، والعياذ بالله تعالى. فهو من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. بكلمة واحدة يقع العبد في شر العقوبات ويتحمل شر الآثام. اسمع هذا الحديث الخطير، وهو في السلسلة الصحيحة أيضا. قال صلى الله عليه وسلم، احنا في ليلة الجمعة صح؟ ليلتكم بيض. ليلة الجمعة يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، والعياذ بالله. الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمة، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه، حينما يتكلم عن أخيه بكلام من الكذب والبهتان ويقع في عرض أخيه والعياذ بالله تعالى، فيكون بذلك قد وقع في أربى الربا، أشد الربا والعياذ بالله تعالى. فمن يحتمل؟ من يحتمل إخواني كل هذه العقوبات؟ وإذا كان لسان الإنسان كذلك في غير رمضان، فهل يرضى أن يكون كذلك في رمضان؟ ولذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر اللسان ويعلم ذلك الصحابة، وهذا ربما بعضنا ما يفعله، ما يتعوذ بالله من شر اللسان ولا يدعو به، فضلا عن أن يكون يعلمه أصلا. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: واحفظ معي أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي وشر منيي. يتعوذ بالله عز وجل من هذه، من شر إيه أول حاجة؟ سمعي وبصري، ومن شر لساني وشر قلبي وشر منيي. المني قد يستعمله الإنسان فيما حرم الله فيكون شرا عليه، والحديث في صحيح النسائي. وكان كثيرا ما يوصي الصحابة بحفظه، حفظ اللسان. فقال في حديث عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: أملك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وبك على خطيئتك. سلسلة صحيحة. أملك عليك لسانك أول وصية وصاه بها. وسفيان بن عبد الله الثقفي يقول: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ أكثر شيء تخاف علي ما هو؟ فأخذ بلسانه، أمسك اللسان، ثم قال: كف عليك هذا. وموعظة أخرى لصحابي آخر أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله عظني وأوجز، عظني وأوجز، كأنه يخاف أن ينسى، عظني وأوجز، خليك معايا وسيب التليفون. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، يعني صلاة من لا يظن أنه يعود إلى الدنيا، وبالتالي فهو يحسنها تمام الإحسان. إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. اثنين: ولا تتكلم بكلام، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا،
يعني تحسين المنطق، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس، اجعل رجاءك لما في يد الله سبحانه، ويأس مما في يد الناس، لأن ما في أيدي الناس لا يأتيك إلا إذا قدره الله عز وجل لك. وكل الجوارح تشكو اللسان، قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان، ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته. والحديث في السلسلة الصحيحة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، يعني تخضع له، تكفر اللسان تخضع له، تقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا. خلي بالك، إن استقمت استقمنا، الذي يبحث عن طريق الاستقامة، وإن اعوججت اعوججنا. والحديث في صحيح سنن الترمذي. ومن يحفظ لسانه فهو من أفضل المسلمين. قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين أفضل؟ أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. متفق عليه. ومن يحفظ لسانه فهو من أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. رواه البخاري. ومن يحفظ لسانه فهو أولى الناس بوصف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. والحديث في السلسلة الصحيحة. وقال أيضا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل إيه؟ خيرا أو ليسكت، وفي رواية: أو ليصمت. والحديث رواه مسلم. ومن يحفظ لسانه فهو أولى الناس بالنجاة. حديث قال صلى الله عليه وسلم: ها، من صمت نجاة. شوف كم كلمة: من صمت نجاة. صحيح الترمذي. فما رأيكم إخواني بعد كل هذا الحشد وهذا القدر من النصوص، أرأيتم خطر الموضوع وأهميته؟ هل بان لكم ضرورة وضع اللسان تحت التهذيب والتأديب والإصلاح، وخاصة في موسم الغفران شهر رمضان؟ هل بان لكم ضرر اللسان على شهر رمضان وعلى صيام رمضان؟ وهذه أول الخطوات في العلاج، لأن بعض المرضى ربما لا يرى نفسه مريضا أصلا، فمما يتعالج، مما يعالج الإنسان الذي يرى نفسه ويعجب بعمله ويحرص على الصدارة والوجاهة وغير ذلك، ويحب ثناء الناس ومدحهم ونحو ذلك من الأمراض، هو ابتداء إن لم يكن يرى أنه مريض فكيف يعالج وكيف يأخذ بأسباب العلاج؟ أولى خطوات العلاج أن يعترف الإنسان بالمرض. إخواني، إذا كان الأمر كذلك فلا بد من صيانة وتهذيب لهذه الجارحة، وأن نستغل هذه الأيام المتبقية على رمضان لأجل ذلك، ونتدرب على هذه المعاني أيضا في شهر رمضان. وهنا نتساءل: ما أهم ما نحتاجه لعلاج اللسان وإصلاحه؟ ما الوسائل التي تعين على إصلاح اللسان؟ هذه 10 وسائل تأخذ بها بإذن الله تعالى، يعينك الله بها على إصلاح اللسان. لكننا يعني بعد راحة قليلة نكمل إن شاء الله ونذكر هذه الوسائل بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يصلح ألسنتنا وأن يقينا شر ألسنتنا وأن يجعلها رطبة بذكره، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.